معنا هذا النعجة. إذن متلازمة جلدية لا توجد، متلازمة بولية لا توجد، متلازمة تناسلية لا توجد، متلازمة تنفسية لا توجد، متلازمة هضمية لا توجد، متلازمة عصبية لا توجد، متلازمة حركية لا توجد، متلازمة هضمية لا توجد. فقط عندنا متلازمة عينية أوكيلار سيندروم. إذا هذا المرض لاحظوا بأنه الدموع، لاحظ الدموع، لاحظ البينكاي، هذا مرض البينكاي، لاحظ احمرار القرنية، ابيضاض القرنية واصفرارها وتجمع القيح، لاحظ الدموع، لاحظ كيف العين منغلقة قليلا. أقارن بين هذه وهذه، بين هذا العين وهذا العين، لاحظ انغلاق العين لأن العين يصبح فيها إريتيشن، حساسية وتصبح مؤلمة، يصبح بسبب ظاهرة الفوتوفوبيا، كراهية فتح العين لأشعة الشمس لأن أشعة الشمس مهيجة. عندنا ريسك فاكتور وهو الجفاف. إذا بما أن الذي يقول الجفاف يقول انعدام العلائق الخضراء وبالتالي انعدام الفيتامين ألف، والفيتامين ألف من بين عوامل الخطر التي تسبب البينكاي، بالفرنسية سيندروم دولي روج، باللغة العربية متلازمة العين الحمراء. يسموها متلازمة لأنه ممكن عندنا عدة أمراض، عدة ايتيولوجي يعني تسبب البينكاي. هذه نحن في العلاج، في العلاج رقم اليوم رقم 11، نواصل على العلاج أسبوعين. معنا النعجاء ذات البينكاي، الإصابة بالبينكاي، طبعا هي لا ترى، تسمع الصوت فقط. اليوم 11 من العلاج، اليوم هذا هو اليوم 11، طبعا الحد الآن لا ترى تماما. اليوم 11 كل يوم حقنة، قصدي كل يوم كل يوم كل يوم نحقن لها. اليوم 11 حقنة واحدة فقط. الأكل عادي، انظر بدأ الشفاء يعني قليلا، بدأ تذهب هذيك التورم، هذاك بدأت تظهر القرنية شيئا فشيئا. الحد الإنشاء هي عادية. إذا عندنا localized infection وهي البينكاي، يسمى بالاسم العلمي keratoconjunctivitis أو ovine contagious keratoconjunctivitis، مثل ما عندنا في الأبقار bovine contagious كيراتوكونجكتيفايتس، التهاب الملتحمة، ملتحمة العين والقرنية، المعدي الضأني. إذا لم تكن هناك متلازمة حمية، لا يوجد لا رقاد لأنه فيها الرقاد فيها الحمى، لا يوجد لا حمى لا رقاد، لا انخفاض في الشهية، لا ويكنس لا ديبريشن الخمول، لا ويكنس لا ضعف أو وهن، الشهية عادية، لا يوجد رقاد، لا يوجد حمى، هذه صاحبة البينكاي. متلازمة localized infection، عندنا localized infection. هذه صاحبة البينكاي النعجة، هذه نقوم بفحصها دوريا قبل إعطاء الدواء أو بعد إعطاء الدواء. لاحظ القرنية بدأت تظهر والالتهاب انقص كثيرا. اليوم 14 او 15 من المرض. نواصل على العلاج. هذه اليوم رقم 21، ثلاث اسابيع بالضبط. اليوم 24 تقريبا ستتمثل الشفاء نهائيا، مازال القليل من الالتهاب. اليوم 24 نواصل على العلاج. إذن شفاء تام،